بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في بداية هذه الكلمة أود أن أوضح لكم أمرا مهم، وهو متعلق بهذا الشهر الكريم. الكثير من الناس لا يعرف للأسف قيمة هذا الشهر، وإنما يظن هذا الشهر هو مجرد صيام عن الطعام والشراب، فتجده يدخل عليه هذا الشهر ويخرج ولا يتغير منه شيء. يدخل هذا الشهر حاله كحاله في شعبان، ولا أقصد أولئك الذين عرفوا قيمة الوقت والذين اقتدوا بنبينا عليه الصلاة والسلام. أولئك اقتدوا بنبيهم، فكان عليه الصلاة والسلام يستعد لمثل هذه الأيام، لمثل هذا الشهر، فكان عليه الصلاة والسلام كما أخبرت بذلك عائشة رضي الله عنها كان يصوم شعبان، وتقول أم سلمة كان يصوم شعبان كله. جاء أنس رضي الله عنه فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن سبب صيامه لشهر شعبان، فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك شهر يغفل الناس فيه. إذن أيام الغفلة، عندما تجد الناس في غفلة من أمرهم، عندما تجد الناس انشغلوا في دنياهم، عندما تجد الناس انشغلوا بالفتن التي أصبحت تنتشر وخاصة عن طريق تلك الوسائل، اعلم بأن العبادة تكون لها مزية، مثل ما اختار ذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما علم بأن شهر شعبان يغفل الناس فيه. ولذلك جاء في الحديث: العبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة في الهرج، المقصود العبادة إذا جاءت الفتن، كهجرة إلي. الناس الآن تجده ينشغل بتلك الأخبار خارج البلاد، ويتابع هذه الأخبار ليل نهار، ويضيع أوقاته في أمور هو بغنى عنها، وهو ليس له أي قرار فيها أصلا، ولكنه يشغل نفسه في مثل هذه الأخبار وينسى ويغفل عن الأمور الأهم، وهي إصلاح نفسه. يغفل عن ذلك وينشغل بتلك الأخبار أو بالرسائل أو بالمقاطع التي يراها. البعض للأسف الشديد يجلس أحياناً بالساعات، ساعات تمضي على المسلم، وأيضاً في شهر رمضان تمضي عليه ساعات وهو يشاهد المقاطع. وحدث ولا حرج، وأولئك الذين يريدون بث الفتنة بين الناس وإشغال الناس عن عبادتهم يحرصون كل الحرص، خاصة في هذا الشهر، في إشغال الناس. ولذلك أنت الآن تتميز بماذا؟ إذا انشغلت في هذا الوقت بعبادة الله سبحانه وتعالى. كيف؟ تحتاج إلى مجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نحتاج إلى أن نجاهد أنفسنا. هذه الفتن مغريات، تغري الناس، تشغل الناس، ولكن نحتاج أن نبذل الأسباب من أجل أن نستغل كل لحظة وكل دقيقة في هذا الشهر الكريم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يجتهد في هذا الشهر ما لا يجتهد في غيره. كان عليه الصلاة والسلام يتدارس مع جبريل كل ليلة القرآن. وإذا قلنا كل ليلة، أيضا هذا مما أيضا يغفل الناس عنه. يظن الناس أن قراءة القرآن فقط في النهار إذا كان صائما، وإذا جاء في الليل تجده ينشغل إما في استراحات أو في زيارات أو في غيرها، ولا يكون للقرآن أي حظ له في الليل. ولا شك أن هذا تفريط، ولا شك أن قرآن الفجر له مزية، تلاوة القرآن في الليل له مزية،
كان النبي عليه الصلاة والسلام يتدارس القرآن مع جبريل في الليل، هذه مزية. فعلينا أيها الإخوة أن نتنبه إلى مثل هذه الأشياء المهمة التي ينبغي علينا ألا نفرط فيها ولا في لحظة واحدة. علينا أن نجتهد، علينا أن نبذل الأسباب، علينا ألا نضيع الأوقات. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هذه التقوى التي تتكرر علينا دائما في كتابه، وللأسف الشديد تمر علينا ولا نتنبه إلى أهميتها، وهي التقوى. في بداية القرآن: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذن ما يعينك على التقوى هو تلاوة القرآن. لكن ما هي صفات أهل التقوى؟ ما هي صفاتهم؟ كيف نستطيع أن نصل إلى هذه المنزلة العالية؟ الله سبحانه وتعالى قال: وسارعوا، انظروا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ما هي صفاتهم؟ قال: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. نقف مع هذه الصفات أيها الإخوة ونتنبه إلى أهميتها ولحاجتنا لها. إذن أول ما أمرنا الله به في هذه الآية المسارعة في الخيرات. وسارعوا، أمر لنا لأهل التقوى، لأهل الإيمان، أنت المخاطب بذلك. المسارعة أن تتنافس في مثل هذا الخير، هنا التنافس. عندما ترى أولئك الذين يختمون القرآن في 7 أيام أنت تنافس أيضا في أن تقرأ القرآن وتختم القرآن في 3 أيام. هذه المسارعة والمسابقة إلى الخير. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ما هي صفاتهم؟ أولا الذين ينفقون في السراء والضراء. الله أكبر، هذه من أعظم الصفات التي يتصف بها أهل التقوى. الذين ينفقون في السراء والضراء. ينفقون ماذا معنى؟ ماذا تعني ينفقون؟ أي يتصدقون ويبذلون المال. وبذل المال يكون إما بالزكاة، بأداء الزكاة في وقتها، وتكون أيضا بالصدقة. وكذلك أيضا يأتي هذا الأمر في أبسط الأمور. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ابتسامة في وجه أخيك ماذا؟ صدقة. فتبذل الصدقات، إماطة الأذى عن الطريق صدقة. المقصود بعض الناس الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. الذين ينفقون في السراء والضراء المتعلق في ذلك هو ماذا؟ هو المال، لكن الصدقة أوسع من ذلك. ولذلك على المسلم أن يحرص على أولا أداء الواجب عليه وهو المتعلق بماذا؟ بالزكاة. بعض الناس يفرط بالزكاة، بعض الناس يملك النصاب ويظن أن الزكاة لا تحل له ولا عليه زكاة. نقول: كيف؟ إذا بلغ المال الآن في وقتنا الحاضر الآن النصاب يقارب 1200 ريال، النصاب المال، من كان عنده مبلغ يقارب 1200 وحال عليه حول سنة فإن فيه زكاة. هناك بعض الشباب الصغار عندهم أموال بسيطة 3000 4000 يحول عليها الحول ولا يزكونها، يظنون أنه لا زكاة عليهم. لا، يجب أن تتأكد من النصاب. النصاب هو ما يقارب 91 جرام، هو ما يتعلق بالذهب، وهو يقدر ويختلف على حسب قيمة الذهب. ولذلك يجب على المسلم أن يحرص على أداء الزكاة.
فهذه من الأمور المهمة والتي يغفل عنها كثير من الناس فيما يتعلق بالزكاة. بعض الناس من عنده مال قليل، وهناك أناس عندهم أموال كثيرة، وللأسف لا ينفقون هذه الأموال، يشحون ويبخلون بزكاتها، لأن الزكاة مبالغها كبيرة، فتجدهم يبخلون ولا ينفقونها. ولذلك من صفات أهل التقوى الذين ينفقون في السراء والضراء. المقصود في الضراء أنه في وقت الحاجة، في وقت أي أحياناً ربما أحياناً تنزل بعض الأزمات وتحصل بعض الأزمات، ويكون هناك شح إما في الأرزاق أو في غيرها، فتجد أولئك يسارعون في ماذا؟ في الإنفاق من أجل مساعدة الناس، وهذا يدخل في هذا الباب. ولذلك المساعدة والصدقة لا يعني ذلك أنها للغني فقط، حتى الشخص الذي ينفق ولو لم يكن عنده إلا ريال واحد، فإنه بيّن النبي عليه الصلاة والسلام وقال: سبق درهم 100 درهم. فسئل النبي عليه الصلاة والسلام: كيف درهم سبق 100 درهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك رجل لم يكن يملك إلا هذا الدرهم فأنفقه كله، فكأنما إيش؟ أنفق ماله، كأنما أنفق كل ما يملك، لأنه لا يملك إلا هذا الدينار. وذاك الرجل أنفق 100 دينار ولكن عنده أموال كثيرة، فعند المقارنة نجد أن هذا أنفق كل ما عنده من مال، وذاك أنفق فقط 100 درهم مقابل أموال كثيرة. هذا الموقف أو هذه الصفة عندما ننظر إلى حال الصحابة رضي الله عنهم تجد العجب. النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه الفقراء دعا وحث الناس على الصدقة، أمر الناس بأن يتصدقوا وطلب من الناس أن يتصدقوا، وخاصة عندما جاء أولئك الذين ظهر عليهم الفقر والحاجة، فكل جاء من الصحابة بما عنده. فقال عمر رضي الله عنه، قال عمر: والله لا يسبقني أبو بكر، يريد أن ينافس، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فانظروا إلى حال الصحابة كيف يتنافسون على الخير، هذا عمر وهذا أبو بكر رضي الله عنهما، يقول: اليوم لن يسبقني أبو بكر في الصدقة. ثم جاء بنصف ماله فأنفقه وأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام، فسأله النبي: ماذا أبقيت؟ قال: أبقيت نصف مالي. ثم بعد ذلك جاء أبو بكر رضي الله عنه فجاء بماله كله، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا أبقيت؟ فقال: أبقيت الله ورسوله، أي هو يرجو رضا الله ورضا النبي عليه الصلاة والسلام، فأنفق كل ما عنده من مال. انظروا إلى المسارعة والمسابقة إلى الخير، هذا هو حال الصحابة، كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، علموا وعرفوا أهمية تلك الصدقة والمسارعة إلى الخير فتسابقوا فيها. الذين ينفقون في السراء والضراء، قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وهذه صفة عظيمة، من يستطيع أن يكظم الغيظ؟ ولذلك جاء في الحديث: من استطاع أن يكظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه كان له جزاء، وهو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن له الجنة بكظمه لهذا الغيظ وهو قادر. من كان قادرا على ذلك الأمر ولكنه كظم الغيظ. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. المشكلة عندنا فيما يتعلق بكظم الغيظ، بعض الناس يظن أن كظم الغيظ فقط يكون مع الناس، أما مع أهله إذا دخل عند زوجته وعند أولاده تجده لا يكظم الغيظ، عندما يخطئ أو تخطئ الزوجة مباشرة تجده يغضب ولا يكظم الغيظ، لا يصبر على زوجته ولا يصبر على أولاده. هل هذا قدم الأفضل والأولى؟ لا،
بل فرط بما هو أهم، وهم بمن يعول، وهم أولاده والزوجة. ولذلك يجب على المسلم أن يعود نفسه خاصة مع أولاده ومع زوجته، وربما يحصل منهم بعض الأذى وبعض أحيانا التعدي وغيرها، ولكن تذكر هذه الآية، وتذكر أن هذه من صفات أهل التقوى والكاظمين الغيظ. وأولى الناس بكظم الغيظ هم من؟ هم أهلك، الأولاد والزوجة والأقرب، فالأقرب هم أولى الناس. وكذلك أيضا الحق الأكبر هو من؟ للوالدين. فربما أحيانا يخطئ عليك الوالد أو الوالدة، وهذا يحصل أحيانا ونادرا، ولكن يكون أحيانا بعض الآباء يتسلط على أولاده ويحصل منه الأذية، وربما يحصل منه أن يأمرهم بأمور لا يستطيعونها. فنقول في هذه الحالة، هل يجب على الولد أن يطيع والده في أمور خارج عن إرادته أو في أمور محرمة؟ ويقول هل هذا من البر؟ نقول من البر أن لا تطيعه، من البر أن لا تطيعه في مثل هذا الأمر. لماذا؟ لأنك أمرت بأمر محرم، هذا أولا. الأمر الثاني، أنك إذا لم تنفذ ما أمرك به والدك وهو يشق عليك، فهذا لا يعد أيضا من العقوق، هذا لا يعد من العقوق. ولكن عليك أن تصاحبهما بالمعروف، وإن جاهداك أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا. إذن لا تطيع في مثل هذا الأمر، ولكن عليك أيضا أن تصاحبهما في الدنيا معروفا. هذا ما يتعلق بهذه المسألة المهمة. إذن قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. العفو هي سمة عظيمة، وسمة تخلق بها النبي عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام عندما يخطئ عليه أو يسيء إليه أحد يزداد حلما عليه الصلاة والسلام، وهذه صفة عظيمة، وهذا أمر تميز به النبي عليه الصلاة والسلام. عندما ذهب عليه الصلاة والسلام إلى أهل الطائف، وبعد وفاة خديجة رضي الله عنه زوجته، وأيضا بعد وفاة عمه أبو طالب، عندما ماتوا ضيق عليه أهل قريش، فذهب يبحث عن من ينصره، فذهب إلى الطائف، فذهب إليهم ولكنهم لم يقبلوا دعوته عليه الصلاة والسلام، بل لم يكتفوا بذلك، بل سلطوا عليه السفهاء، سفهاء الصغار والأطفال سلطوهم على النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يكتفوا بذلك، بل قاموا ورجموه بالحجارة وأدموه عليه الصلاة والسلام، فخرج منهم عليه الصلاة والسلام هائما مغموما. فلما خرج عليه الصلاة والسلام قال: لم أعلم عن نفسي من الهم الذي وصل بحاله عليه الصلاة والسلام إلا وهو في قرن الثعالب، وهو جبل قيل أنه أقرب ما يكون إلى السيل الكبير. فلما وصل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام رفع رأسه فوجد سحابة عظيمة، فرفع رأسه فكان فيها جبريل، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: لقد سمع الله ما قال قومك وما حصل منهم، وإن الله قد أرسل إليك ملك الجبال، وسلم عليه ملك الجبال على النبي عليه الصلاة والسلام، قال: مر، ماذا تريد؟ وإن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ عفى عنهم وقال: لا، بل لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. هذا هو العفو. النبي عليه الصلاة والسلام كان من حال قريش الأذية، حاربوا النبي عليه الصلاة والسلام، وحصل منهم ما حصل، حاربوه في غزوة بدر وأحد وآذوه. ثم لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام فاتحا لمكة، وكان منهم
كان أبو سفيان كان قد آذى النبي عليه الصلاة والسلام أذى كثيرا. أبو سفيان آذى النبي، فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. عفى عنهم فقط؟ لا، أبو سفيان ذكرنا أنه أذى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال بعد أن عفى عنهم قال: من دخل دار أبو سفيان فهو آمن. هذه مزية عظيمة. كيف هذا الذي آذى النبي عليه الصلاة والسلام أخذ هذه المزية وهذا الشرف أن من دخل داره فهو آمن؟ هذا من أعلى درجات العفو، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. الله سبحانه وتعالى يقول: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم قال: انظروا، بعد أن ذكر هذا الأمر قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. لأن الشيطان يأتي ويحرض الناس، يحرض المسلم عن ما يتعلق بالعفو. قال: ادفع بالتي هي أحسن. تأملوا هذه الآية: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة ماذا؟ كأنه ولي حميم. من يستطيع هذه أن يعمل مثل ذلك؟ الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. إذن علينا أن نستعيذ بالله إذا جاء الشيطان وأراد أن يفسد بينك وبين أخيك، فتنبه إلى هذا الأمر وادفع بالتي هي أحسن. إذن نرجع إلى آياتنا وما بينه الله تعالى من صفات أهل التقوى التي ينبغي علينا أن نجاهد أنفسنا من أجل أن نتصف بهذه الصفات: الذين ينفقون في السراء والضراء، والكاظمين الغيظ، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ماذا؟ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ذكروا الله. إذا جاءت هذه اللحظة وهي حالة التوبة ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ هم يعلمون أنه لا يغفر الذنب إلا الله سبحانه وتعالى. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، والظلم هنا يأتي بمعاني كثيرة، أو ظلموا أنفسهم ربما يكون الظلم أيضا الشرك بالله. الله سبحانه وتعالى قال لما بين في آية في سورة لقمان، بين أن الظلم هو الشرك: إن الشرك لظلم عظيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن الظلم ربما يكون هو الشرك، يعني وقع في الشرك. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، أي يطلبون المغفرة من الله. ومن يغفر الذنوب إلا الله يكفي؟ لا، ولم يصروا على ما فعلوا، عدم الإصرار. إذن ذكر أهل العلم أن من لوازم التوبة عدم الإصرار، يعني عدم أن يبيت الشخص بأنه سوف يرجع إلى المعصية مرة أخرى، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فهذه من صفات أهل الإيمان، هذه صفة عظيمة، وهو ما يتعلق بأن المسلم إذا أذنب الذنب رجع إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يغفر الذنب. وعلينا أن نجاهد أنفسنا خاصة في هذا الشهر الكريم بأن نراجع أنفسنا في كل حياتنا، أيضا ما مضى. ربما يكون الشخص قد ظلم شخصا، تعدى عليه في عرضه في ماله، وكل هذه أمور تحصل من الناس، ولذلك عليه أن يتحلل من ذلك الشخص قبل أن يأتي يوم القيامة ويحاسب على ذلك.
ولذلك على المسلم أن يتنبه إلى هذا الأمر وما يتعلق بحقوق الناس. بعض الناس يتساهل في هذه الحقوق، يأخذ المال من الناس، وأيضاً ربما يأخذ بمعنى القرض، يقول أريد قرض مبلغ من المال ويأخذ هذا المال ولا يرجع هذا المال، وهو يبيت النية. ولا شك أن هذا أيضاً من الظلم ومن التعدي على أموال الناس، فعلى المسلم أن يبادر أيضاً بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى يغفر الذنب. ولذلك إذا نظرنا إلى ما يتعلق أيضاً، إذا وقفنا عند مسألة الظلم وما يتعلق بها، هناك أمور يقع فيها البعض من الناس وهو لا يتنبه ولا يعرف أهمية هذا الأمر، وهو ما يتعلق بأمر التوحيد. بعض الناس يتساهل بأمر التوحيد، والله سبحانه وتعالى قد حذر نبيه عليه الصلاة والسلام، وهو النبي، وقد حذر الرسل من قبله، قال: ولقد أوحي إليك أي يا محمد وإلى الذين من قبلك، أي من الرسل، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال في حال المشركين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذا مهما يعمل من صلاة وصيام وصدقة وحج وأعمال صالحة لا تنفع إذا كان قد أخل بها، وهو ما يتعلق بالإخلاص لله سبحانه وتعالى، وكان معه الشرك. فعليك أن تتنبه إلى هذا الأمر. وأيضا يقع مثل هذا الأمر في بعض البلدان، يتساهلون في ذلك، بل وجدنا من البعض أيضا ممن يعتقد بعض المعتقدات، إذا سكن في بيت جديد تجده يقوم ويأتي بشاة ويقوم بذبحها عند الباب، وهو يعتقد ويتقرب أيضا إلى شيء يظن أنه إذا ذبح هذه الشاة أنها تحل البركة في بيته. ولا شك أن هذا يدخل أيضا في المعتقدات. بعض الناس يعلق أيضا حذوة الحصان، بعض الناس يضع عين يظن أن هذا يصرف العين، يضع عين عند بعض البيوت، الآن نجد في بعض البيوت تجده يضع عين، يقصد بذلك أنه إذا وضعها يعتقد بأن هذه العين تصرف عنه الشر، ويظن أن هذا فيه بركة لبيته. ولا شك أن هذا خلل في العقيدة، فيجب على المسلم أن يتنبه. بعض الناس يقوم بتعليق بعض القلائد، بعض التمائم. ابن مسعود لما دخل على زوجته فرأى عليها قلادة فسألها عن ذلك، فلما رآها هي ظنت أن هذا حرز، فقام وقطعها رضي الله عنه، قال: يدخل في بيتنا كذا وكذا. فتكلم عليها رضي الله عنها فقال: إني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام بأن التمائم والتولة والرقى من الشرك. والتولة هذه أمور تصنعها بعض النساء من أجل أن يتحبب لها الزوج، يصنعن بعض هذه الأشياء، بعض الأمور عند بعض السحرة وغيرهم، يذهبون إليهم ويضعون بعض العقد وغيرها من أجل أن يتحبب إليها الزوج، هذا أيضا داخل في هذا الباب. ولذلك النبي حذر من هذا الأمر ما يتعلق بالشرك، ولذلك يجب أن نتنبه إلى هذا الأمر العظيم. إذا علينا أيها الإخوة، وخاصة في هذا الشهر، في هذا الشهر الكريم، أن نجدد التوبة مع الله سبحانه وتعالى، وأيضا أن نسارع في الخيرات. الله سبحانه وتعالى لما ذكر حال الأنبياء، لما ذكر حال الأنبياء يعقوب وذنون وزكريا وما كان منهم، في كل آية قال: فاستجبنا له، في كل آية قال: فاستجبنا له. لما انتهى الله سبحانه وتعالى من ذكر قصصهم ماذا قال؟ قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إذن المسارعة في الخيرات لا شك أنها تدفع الشرور. إذا نزلت بك أزمة وأنت ممن يسارع في الخيرات، فاعلم أن الفرج قريب من الله سبحانه وتعالى، فتنبه إلى ذلك. نرجع ونقول هذه الآية مرة أخرى ونتأمل فيها: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ
والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم، وأن يجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه إيماناً واحتساباً. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.